السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله نكونوا بخير وبسلامة. معكم هانتر، رجعنا بفيديو جديد من لعبة فورتنايت السيزن الثامن الأسبوع الثالث. طبعا تحديات أسبوع الثالث، وثالث تحدي راح يطلب منك شيء بسيط جدا جدا. طبعا تقدر تسوي بتيم رامبل، لأن أكثر شيء يكثر بتيم رامبل أو ديسكو دومينيشن. طبعا ديسكو دومينيشن نفس التيم رامبل، والمطلوب بالتحدي هذا راح يطلب منك تخلي تراب، او تخلي نوعين من التراب. طبعا تخلي نوعين من التراب بلعبة واحدة، يعني تخلي اثنين تراب اذا كان عندك اثنين لانش باد، او اذا كان عندك عندك فخو لانش باد، فما يهم، ممكن تخلي اي واحد منهم. طبعا هاي اللعبة كتلني اللاك، لان يعني كان النت كلش مو زين، واعتقد الخلل كان بسيرفر مال فورتنايت، لعبة فورتنايت. كان هذا التحدي، اتمنى عجبكم الفيديو. لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات حتى توصلكم الفيديوهات الجاية ان شاء الله، واذا امكن ممكن تحطوا لي جوا بالتعليقات تعليقات تحفيزية. كان معكم هنتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.